تمكنت عناصر الأمن بمدينة آسفي من العثور على الطفل محمد أمين الذي اختفى عن الأنظار منذ يوم أمس الثلاثاء بعد الاشتباه في اختطافه عقب خروجه من الثانوية التي يدرس بها. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجت بمنشور عمة القاصر التي ناشدت المغاربة من خلال تدوينة عبر حسابها الشخصي للعثور على ابن أخيها قائلة: اختفى ابن أخي محمد أمين بوزناد عمره 16 سنة أثناء رجوعه من الثانوية الخوارزمي مدينة آسفي، كان على اتصال بالهاتف معي في لحظة الاختطاف لأنه صرخ صرختين ثم انقطع الهاتف. وباتت مواقع التواصل الاجتماعي تتفاعل كثيرا مع هذا النوع من المنشورات في الآونة الأخيرة في ظل تزايد حالات اختطاف الأطفال لأغراض شاذة أخلاقيا أو البحث عن الكنوز.